طبعا شكرنا للشيف رولا على هالأفكار الحلوة في اتيكيت تقديم الضيافة، وأنا متأكدة مشاهدينا كل واحدة فينا والصبايا اللي بيتابعونا عندهم أفكار كتير حلوة وممكن إنهم يطبقوها غير هالأفكار، لأنه بعرف إنه أنتوا فنانين والستات بشكل خاص والإناث عندهم ذوق وعندهم أفكار حلوة. طيب اللي وصلنا إلى أهم ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لازال هاشتاج فطرة هو الذي يتصدر تويتر وترند على تويتر في الأردن بشكل خاص، والعديد من المغردين غردوا تحت هاشتاج فطرة، وهو طبعا حملة توعية ضد ما يخالف الفطرة الإنسانية وضد الحملات الممنهجة للترويج للشذوذ الجنسي. والعديد من التعليقات وردت على هاشتاج فطرة. خلينا نبدأ باستعراض هالتعليقات. أسماء شاهين تقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أنتصر لفطرتي وأرفض الشذوذ. الحمد لله الذي خلقنا أزواج من ذكر وأنثى وآنسنا ببعضنا وآوانا كل إلى نصيفه. فطرة مشكورة يا أسماء، ما شاء الله، يعني تغريدة جميلة. مريم سعادة تقول: أنكروا المنكر وأمروا بالمعروف إنكارا للمنكر، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، جنسين فقط، ذكر وأنثى. There are only two genders. حملة للتوعية ضد ما يخالف الفطرة الإنسانية. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وليد خلف الله يقول: علموا أبناءكم ذكورهم وإناثهم أن المثلية هي شذوذ عن الفطرة، أن الله تعالى عذب قوم لوط بسبب شذوذهم، أن الله عذب زوجة لوط لأنها تعاطفت معهم، وعلموهم أن الشاذ والشاذة كائنات قذرة معادية لشرع الله تعالى، أننا مسلمين يجب علينا محاربة الشواذ. بارك الله فيك يا وليد. عبد الله يقول: علم جديد لمحاربة أفكار الشواذ، العلم من علم جديد لمحاربة أفكار الشواذ، العلم من مبادرة فطرة، والذي يحمل لونين فقط يرمز للنوعين الوحيدين الموجودين الذكر والأنثى، والعلم أمامكم أزرق وزهر يرمز طبعا للذكور والإناث. يعني كانت هاي أهم مشاهدينا التغريدات اللي على هاشتاج فطرة، وبنتمنى مشاهدينا من كل الناس اللي عندها حسابات على الفيس، على تويتر، على انستغرام، حتى على وسائل على الواتساب، انه احنا دائما نذكر ونتداول مثل هاي المعلومات، وعلى صفحاتنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأننا مسؤولين والوضع مش سهل وخطير. ويعني انتم شايفين الكل من حوالينا عم بيحاول يحارب الفطرة السليمة، يحارب الدين، يحارب الأخلاق والقيم، فبالتالي بدنا نكون حصن ودرع حصين لأخلاقنا وقيمنا ولديننا، ولو عن طريق البوستات والتغريدات وتداول كل ما هو مفيد في هذا السياق.